أحسن الله إليكم. التثاؤب هل هو من الشيطان؟ وإذا كثر التثاؤب فضيلة الشيخ ماذا يعمل؟ نعم، التثاؤب تثاؤب من الكسل، سببه الكسل، والشيطان يفرح به لأنه يدل على الكسل وعلى الخمول، الشيطان يفرح به، فيستحب أن يكظم التثاؤب ما استطاع، فإن لم يستطع فإنه يضع يده على فمه ولا يفتح فمه ولا يرفع صوته بالتثاؤب مثل ما يفعل بعض الناس. نعم.